السلام عليكم ورحمة الله. دي المحاضرة الأولى في الكورس بتاع الترم ده، محاضرة بعنوان، طبعا دي أول محاضرة في المادة الكلينيكال باثولوجي أو كلينيكال سبيسيفيكال كلينيكال نيور باثولوجي. بنتكلم عن نيور باثولوجي بالتحديد، مش كل الباثولوجي طبعا. الكود بتاعها M507. دي المحاضرة رقم واحد بعنوان Introduction to Pathology. هنفهم يعني ايه باثولوجي. محاضرة يعني خفيفة، مقدمة بتفكركم بس بالحاجات اللي خدتوها قبل كده في الباثولوجي سنة تالتة. هي السلايدز كتيرة شوية بس هي الكلام اللي فيها قليل. إن شاء الله تبقى محاضرة لطيفة، أول محاضرة بإذن الله. يعني إيه باثولوجي أو نيور باثولوجي بالتحديد؟ إحنا الأوبجيكتيف بتاعتنا ديفينيشن اوف باثولوجي، وهنفهم الكونسبت اوف ديزيز، يعني ايه ديزيز، ويعني ايه النس، ويعني ايه باثوجينيسيس، ويعني ايه اتيولوجي، وايه الترمينولوجي او المصطلحات المختصه بالديزيز. نبقى حاجات نبقى عندنا فكره عن كلمه ابيديميولوجي، يعني ايه اتيولوجي، يعني ايه باثوجينيسيس وبروجنوزيس. الاربع كلمات مهمين جدا، ابيديميولوجي اتيولوجي باثوجينيسيس اند بروجنوزيس. ابيديميولوجي يعني وبائيات المرض، اتيولوجي يعني اسباب المرض، باثوجينيسيس يعني طريقه حصول المرض، بروجنوزيس يعني المآل. يعني احنا عندنا كلمة، في كلمة دايجنوزيس، عندنا كلمة بروجنوز. بروجنوز يعني مقال، يعني العيان ده هيتحسن مش هيتحسن، هي كومبليكيت، هي داي مثلا، وات ايفر. يعني ايديوباثيك، يعني كلمة ايديوباثيك او كلمة اسينشال ديزيز، الكلاسيفيكيشن بتاع الديزيز وباثوجينيسيس. انا بسرعة كده الكود، لو انتوا عايزين ترجعوا للتكست بوكس طبعا، روبن ده الهولي بوك بتاع الباثولوجي طبعا، يعني روبن وكاترن ده اهم كتاب في باثولوجي تقريبا معروف، اعرف عليه، هو ده مشهور جدا. في تكست بوك كبير، وفي بيزك باثولوجي، يعني في كتاب كبير قوي، وفي كتاب تكست بوك صغير شويه، فيلم صغير دي يعني حوالي 600 صفحه، وفي كتاب اكبر من كده. دي ويب سايتس كتيره جدا ممكن تخشوا فيها تشوفوا باثولوجي لو عاوزين تتوسعوا شويه في موضوع ما. طيب الباثولوجي، الباثولوجي هو العلم، كلمة الاولوجي دي او لوجي دي في الاخر، دي كلمة لو اي حاجة، فكلمة لوجي يعني ساينس، باث يعني عيان، ستادي اوف ديزيز بروسيس اللي بتحصل ازاي، بيبقى اللينك بتوين. الباثولوجي هو العلم اللي بيدرس طبيعة المرض، اللي هو الحتة اللي ما بين الفسيولوجي والابنورمال، يعني ازاي البيزك ساينس. انت عارفين الامراض، المرض هو عبارة عن فيسيولوجي باص او اناتومي باص، مفيش حل، مفيش حاجه ثالثه، يعني الفيسيولوجي باص الاناتومي باص. طب باظوا ازاي؟ عشان عملوا مرض. المرض ده كلينيكي، بشوفه ستروك، بشوفه ويكنس، بشوفه هايبرتونيا، بشوفه ريجيديتي، بشوفه سباستيستي، واتس ايفر، بشوفه ريفلكس عاليه، ويكنس، ويستنج، سنسوري لوس، ده كله كلينيكال، عباره عن ديسربشن للفيسيولوجي او الاناتومي، صح؟ تمام. طيب ازاي البريدج، ازاي الفسيولوجي والاناتومي بيبوظوا ويتحولوا للكلينيكال؟ هو ده الباثولوجي. وبندرسه ان ترمز في ايه بقى؟ بندرسه في صوره اتيولوجي يعني اسباب، باثوجينيسيس الميكانيزم، و الميكانيزم دي بيتنتج عنها كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر دايما في صوره سيمتوم وساين. سيمتوم يعني شكوى المريض، ساين يعني الحاجه اللي انت حضرتك بتشوفها على العيان، اوكي؟ وطبعا الكلاسيفيكيشن والبريفنشن في الاخر بتاع الامراض عشان كده. Normal health or being is a state of most of us experience most of the time. Normal health ده معناها كده. كلمة illness يعني subjective state of not well being. Subjective يعني شعور مش موضوع، يعني شعور ذاتي subjective. يعني كلمة illness يعني المريض حاسس انه عيان، يعني ما ينفعش انت تقول ان انا شايف illness، لا، المريض هو اللي بيحس بالنس. السيكنس بقى، كلمة سيك، الفرق بين كلمة ال وكلمة سيك، كلمة ال ده سبجكتيف سنس، كلمة سيك يعني ده رول فيلير، يعني غاب ليه؟ عشان هو سيك مش عشان هو ال، اوكي؟ كلمة ال دي يعني انت بتحسها بنفسك، لكن حواليك مش، ما ينفعش اقول انا حاسس ان انا ايه، حاسس ان انت ال، انا حاسس انت سيك. طب ليه؟ ما بتتكلمش، ما بتهزرش زي ما بتهزر، ما بتروحش الكلية، هو ده. ما ينفعش اقول لك انا حاسس ان انت ال، انت سيك. بعد كده زي ما قلنا الباثولوجي هو البريدج بتوين اناتومي وفيسيولوجي او البيزك ساينس يعني مع الكلينيكال. الادابتيشن هو الخطوه اللي قبل الباثولوجي. دايما الاسباب اللي بتعمل الامراض كلها موجوده حوالينا اول ذا تايم، اول ثرو ذا تايم، صح كده؟ يعني الامراض والانجريز وكل كده اول ثرو ذا تايم حوالينا، بس احنا عندنا ميكانيزم ادابتيشن
لو تعرفوا الكلمة الشهيرة اللي انت ممكن تعيش بنص كلية، تعيش مش عارف بربع رئة، تعيش مش عارف كل الكلام ده، بتشوف ناس بتشيل كلية وعايشين عادي. فربنا بيديك ريزرفوار، بيديك ريزرفوار يعني مساحة كافية ان انت تقدر تأدابت، ادابتيشن يعني تاني تتأقلم. طبيعة النوم، السيركيديان ريزم اللي هي الساعة البيولوجية مش عارف ايه، كل ده تقدر تتأقلم على حرارة الجو. يعني اللي يشوف الناس، يشوف الجو الحر يحس، لو احنا في الشتاء نحس ان الصيف لما يجي هنموت، وده ما بيحصلش، ولما الصيف يجي نحس ان الشتاء لو جت هنموت. ده كله ادابتيشن. يبقى الادابتيشن هو الخطوه اللي قبل الباثولوجي. الباثولوجي عباره عن ادابتيشن فيلير من الاخر كده. اوكي، يبقى فيسيولوجي بيزك ساينس، وبعد كده ريزرفوار يعمل ادابتيشن. لو حصل ادابتيشن فيلير يحصل باثولوجي. الباثولوجي هو البيولوجي بتنقل على كلينيكال سيمتوم. الديزيز ممكن يبقى فيسيولوجيكال، مش بس فيسيولوجيكال. ايه الاسباب في الديزيز اللي ممكن ندرسها؟ ايبيديميولوجي يعني وبائيات المرض، ايتيولوجي الاسباب، الباثوجينيسيس الميكانيزم، والمورفولوجيكال تشينجز اللي بتحصل ايذر بالجروس يعني بالعين المجرده اسمها جروس اكزامينشن، او مايكروسكوبيك. المايكروسكوبيك اما لايت مايكروسكوبيك اما الكترون مايكروسكوب، وممكن كمان باي كيميكال بالاختبارات المعمليه. الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت المرض والتشخيص، وفي الاخر الكلينيكال كورس اند بروجنوس. كلمة ليجن طبعا انا بقى خليك تبقى فاميليار في المحاضرة دي مع كل التيرمينولوجي بتاع الباثولوجي. كلمة ليجن النورمال تيشو من الاخر. ابيديميولوجي، كلمة ابيديميولوجي معناها وبائيات، يعني وبائيات المرض، يعني بيجي في مين، اني سكس، اني ايج، اني اريا، جيوغرافيكال اريا، الانسدنس والبريفلنس. الانسدنس يعني معدل الحدوث في السنة، معدل حدوث نيو كيسز في سنة او في فترة من الوقت تحديدا، بس غالبا سنة. البريفلنس هو كل الكيسز. يعني مثال، لو قلنا ان مصر مثلا بيحصل فيها مثلا 1000 حالة ام اس في 2019، ذات مينز ان الانسدنس بتاع الام اس 1000 حالة. بس البريفلنس يعني كل مرضى الام اس اللي في مصر، كل مرضى الابيليبس اللي في مصر. يعني مثلا احنا بنقول الابيليبسي مثلا بيحصل في 3% من الحالات، يعني كل 100 بيجيلهم في 3% بيجيلهم ابيليبسي. يبقى ده دايما انسدنس، دايما الانسدنس بيكون نسبة، يعني 3% 3 في 1000 3 في 10000 1 في 10000 1%. ده الانسيدنت دايما بيكون نسبه في السنه، لازم 1 في 10000 في السنه. لكن بريفلنس توتال بوبيليشن، كل البرد الديزيز بيردن، بيسموه ديزيز بيردن في المجتمع كله. يبقى ده يعني الانسيدنس قلناها ميجر ريسك، بتفرق من سام نيو كيسز في ديفين ديفايند بيريد، بريفلنس توتال بيردن ديزيز. دي امثله مثلا في امريكا وفي اليو اس اي، تشاينا سوري ويو اس اي، بيقارنوا حاجات قدامك اهيت نسب. ده انسدنس مثلا بتاعهم بيحصل قد ايه، كام النسبة فيه. برضه ده جراف بيوريك الجراف بتعمل ازاي. فاكتورز ماي افكت الانسدنس بريفلنس، التايم بيقدر يقول لي ده المرض ده اتغير زي قال، زي مثلا شفنا في الكوفيد 19 كان اكتر في الشتاء واقل في الصيف شويه، السيفيريتي اقل، المورتاليتي اقل، الوفيات اقل، وهكذا. ليه الوبائيات مهمه؟ عشان نقدر ندور الكوز. يعني مثلا احنا لما نعرف مثلا ان الاستروك مور كومن في الكالرد، فنعرف ان العلاقه ممكن لها علاقه بالدهون. الناس اللي بشرتهم سمراء شويه عندهم زينا كده، عندهم استروك بطريقه بنسبه معينه. مثلا الصينيين اعلى نسبه استروك في العالم، ده يقول لنا يشاور على اكيد حاجه في سبب، حاجه جينيتيك، حاجه في اكلهم، حاجه في طبيعه حياتهم. الصين اعلى نسبه استروك في العالم كله. مثلا الام اس اكتر فوق المدارين، فوق مدار الجدوى ومدار السرطان، في مناطق البارده، يبقى اكيد في له علاقه بفيروس ما او علاقه بانفيرمنت معينه. كلو يعني هنت كده، كلو يعني مفتاح للكوز، للسبب. ممكن يطلع ريسك فاكتور احنا ما عندناش. احنا مثلا لما لقينا ان الكانسر تانج او الكانسر فارين لينكس او الكانسر لانج اكتر في المدخنين، ده اذا عرفنا ان التدخين ريسك فاكتور عامل خطوره. طبعا بعد ما ناخد عوامل الخطوره وناخد الاسباب، نقدر نعمل بلان عشان ديز بريفنشن. خلاص احنا يبقى البلان. عشان كده مثلا لما خدنا الهرسه وعرفنا تيجي الناس اللي بيروحوا الترع، ربطنا دي الديت، فعملنا بلان في البريفنشن ان احنا نخلي الناس ما تجيش الترع كتير، وهكذا. ده البلان في ديز بريفنشن. كمان البردن بتاع المرض يقدر يخليك تخطط وتحط الفلوس هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. تقدر تعمل سكرين بروجرام، مسح، برنامج مسح، وفي الاخر تقدر تقيم الخدمه. طيب دايما الايتيولوجي حاجه من اما دايركت ايتيولوجي، ده مثلا حوادث السياره دي دايركت ايتيولوجي. اوكي
في امراض تانية بيبقى الريزلت مش مباشره، بيبقى مجرد ريسك فاكتور عامل خطوره زي التدخين والكانسر. في حاجه تالتة اسمها بقى ايه بقى، اسمها يعني ميكسد ايتيولوجيكال فاكتورز، بيكون دايما مالتي فاكتوري، بيسموها مالتي فاكتوري، يعني مثلا المريض بيكون عنده جينيتيك بريدسبوزيشن، يعني هو جينيتيكالي هو مستعد، بيجي انفايرمنتال فاكتور يجيب المرض ده. مثال، اشهر مثال في الدنيا السكر، الدايبيتس. اخيم واحد بيشتغل شغلانه ستريسفول، يعني دكتور مهندس حد شغل فيها ستريس، وأوبيز وقاعد على المكتب ويدخن وطول النهار بيفكر وفي ستريس على طول، وفي مشاكل على طول، وفي ستريس شغل وقدم تقارير وبتاع، ومدخن بياكل كتير وياكل حلويات وقاعد على المكتب طول النهار بيلعبش كورة. وأخوه التوأم بنفس الجينيتيك ماتيريال بيشتغل مثلا لاعب كرة قدم، وزنه مثلا 65 كيلو. طب تتوقع مين فيهم اللي يجيله سكر؟ هما الاتنين مثلا وارثين نفس، طبعا ده هما الاثنين نفس المادة الوراثية، وبالتالي هما جينيتيكالي ذا سيم، بس الانفيرمنتال كونديشنز هي بتبريدسبوز، بترسب بريسيبيتيتنج فاكتور للعامل بتاع المرض، بترسب المرض، يعني بتظهر المرض. زي ما بقول مثلا الايتيولوجي ممكن يبقى بيولوجيكال ايجنت زي البكتيريا، فيزيكال فورس زي التروما، حوادث السيارات، البيرنز، كيميكال ايجنت زي الدهون، السموم والالكحول، جينيتيك كوزز زي مثلا داون سيندروم، متلازمة داون. في بقى نوع تاني اخير اسمه ايديوباتيك ديزيز، اللي هو مش معروف للسبب، وبنستخدم كلمه ايديوباتيك يعني احنا مش عارفينه، لكن بيستخدموا حاجات تانية ترمينولوجي زي كريبتوجينيك. كلمه كريبتوجينيك معناها يبدو ان في سبب بس احنا لسه ما عرفناهوش. تفرق عن النون، تفرق يعني، او النون كوز مثلا، ايديوباتيك كوز تفرق. اسينشال او سبونتينيوس، ده كلها دي كلها كلمات بنستخدمها لكلمه ايديوباتيك. يمكن نقول المرض ايديوباتيك زي كلمه مثلا ايديوباتيك انترهيبيتنشن، انتراكرينال هايبرتنشن، ايديوباتيك انتراكرينال هايبرتنشن. كريبتوجينيك زي كريبتوجينيك ستروك، اللي احنا مش عارفين لها سبب، واحد ما عنده، واحد عنده 35 سنه وما عندوش سكر وما عندوش ضغط وقلبه سليم وكل حياته سليمه ودهونه سليمه وجاته ستروك، ده كريبتوجينيك اكيد في سبب ما، بس احنا مش عارفين. اسينشال، اشهر حاجه زي الاسينشال تريمور في النيورولوجي، اسينشال يعني هو خلقه، يعني بالبلدي كده خلقه، زي الاسينشال هايبرتنشن، زي الاسينشال تريمورز. الباثوجينيس دي الميكانيزم بقى اللي بيحصل بها المرض. في حبه ميكانيزمات بيحصل المرض مفيش غيرها، يعني يا انفلاميشن يا اما ديجنريشن يا اما كارسينوجينيسيس يا اما اميون رياكشن. الحقيقه ان الباثولوجي كله في الاخر يا ايتس يا اوما، يا ايتس واوما. دي يقول لك اي حاجه اخرها ايتس زي معناها انفلاميشن، اي حاجه اخرها اوما معناها تيومر. يقول لك ايه فارنجيتس، يعني فارينكس اللي هي البلعوم، فارنجيتس، ارثرايتس ماشي، كوندرايتس، مايوسايتس يبقى ايتس، او مايوما او لايوماساركوما او نفروما زي كانسر كيدني، يعني ميزوسيليوما بتاعت اللنج بتاعت البلورا، البلورا قصدي ميزوسيليوما. فكلمه فالباثولوجي كله من الاخر يا ايتس يا اوما ماشي. لكن الانفلاميشن ما هو برضو الايتس. الديجنريشن الحقيقه ان هو انفلاميشن في نفس الوقت، يعني الديجنريشن وجد ان هو انفلاميشن، بس الديجنريشن ده اكتر بصراحه في النيورولوجي واحيانا في الكارديولوجي. الديجنريشن ده فيري سبيسيفيك للنيورولوجي. الكارسينوجينيسيس اللي هو الاوما اللي قلناها، تيومر، اميون رياكشن، في الاخر ما هو انفلاماتوري. يبقى احنا عندنا يا ايتس يا اوما، والبرين في حاجه خاصه بيه جدا اسمها الديجنريشن. نعدي بقى عدينا الميكانيزم، نخش على الكلينيكال. الكلينيكال حاجتين اتنين مفيش غيرهم لا سلسه لهما، يا اما سيمتوم ده الفيلينج بتاع العيان اللي هو بيشتكيه، بشتكي من صداع، مفيش حاجه اسمها ساين اوف هيديك. فدي يا جماعه دي ترمينولوجي الحقيقه لازم تكونوا عارفينها، عشان لما نتكلم بلغه واحده ما الاقيش حد بيقول لي العيان انا شايف سيمتوم. لا، العيان هو اللي بيشتكي من السيمتوم. السيمتوم يعني عرض، الساين يعني علامه انت شايفها في العيان، انت اللي بتشوفها والعيان ما يعرفهاش. اوكي، يبقى لو قلت لك ان سباستيتي از ساين، طب السيمتوم المقابل ليها ايه؟ الفانكشنال امبيرمنت اللي عامله السباستيتي. العيان يجي يجري ما يعرفش، يقول لك ماشي اشوف الاتوبيس اجري انا نفسي متكتف في الارض، هو دي السيمتوم بتاعته، لكن الساين سباستيتي. اوكي، السيمتوم ايدي بتتهز لما اجي امسك ايدي بتتهز، امسك المعلقه مش عارف اشرب الشوربه احطها اقرب المعلقه عند بقي ايدي تتهز وتتدلدق، دي سيمتوم. الساين ايه؟ فينجر تونوز صح كده، اللي هي انتنشن تريم بتاعت الاتاكسيا. الكلينيكال كورس في الاخر هاو ذا ديزيز ديفلوب، ودايما عندنا الكورس يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الاكيوت اللي هو اقل من ست، يعني 4 ل 6 اسابيع كده مثلا، والصار اكيوت من 6 اسابيع لحد 3 شهور، والكرونيك اللي بديفلوب اوفر 3 شهور. يعني كورس يعني الوقت اللي خده المرض ليصل الى ذروته، ده اسمه الكورس. في
فين البروجنوس في الاخر؟ المقال يعني المرض ده في الاخر مقاله ايه؟ زي مثلا ما انتوا عارفين مثلا لكن المورتاليتي الوفيات في الكوفيد 19 نيمونيا مثلا 3 6%، يبقى خلاص يبقى المقال بتاعهم من 3 6% بيموتوا، مش عارف 20% بتحطها جهاز تنفس صناعي، مش عارف ايه 90 80% بيتعافوا، وهكذا. ده اسمه المقال البروجنوس. يبقى في دايجنوز في قسم الامراض بقى حاجات كتيره، قسمين كبار جدا، الكونجينيتال ديزيزز والاكواير ديزيز. كونجينيتال اللي مولود بيها، والكونجينيتال ممكن يبقى جينيتك وممكن يبقى نون جينيتك. كونجينيتال يعني يعني اتولد بيه، لكن جينيتك ديترمايند يعني واحد مثلا هو في ال اثناء الحمل طفل جنين حصل له اي مشكله، مثلا كان في اولجا هيدروملس فمفيش ميه كفايه فاتولد وعنده مفاصل متطبقه مثلا عشان مفيش ميه حواليه كفايه، دي حق ده مرض كونجينيتال، لكن مش جينيتك، لان ده سبب هو اتولد بيه اه عشان كده هو كونجينيتال، لكن سببه فيزيكال مش جينيتك. اوكي. الاكوارد بقى الامراض الاقل، يا اما زي ما انتم شايفين الاكوارد دايما من اسمها انفلاماتوري نيوبلاستيك فاسكولار و انفكتد، دايما من اسمها انفكت انفكشن انفلاماتوري. يعني ده بالنسبه للاكوارد، احنا بنقسم كونجينيتال واكوارد. الاكوارد يا اما انفلاميشن يا اما فاسكولار يا اما جينيريشن يا اما دراج اندوز يا اما انفكشن يا اما ميتابوليك، تقسيمها سهله كده. وفي امثله حول الامراض معظمها يعني حاجات في النيرولوجي. الايديوباثيك ديزيز قلنا اللي مش عارفين له سبب، وممكن نسميه اسينشال، ممكن نسميه كريتيك. الدايجنوستيك بروسيس بتاخد ايه السيمتوم، بعد كده تفحص ده تسمع من العيان، وبعد كده تشوف الساينز تحطهم مع بعض، تعمل حاجه اسمها ليست ديفرنشال سجست دايجنوز، تعمل ليست تشخيصات محتمله بنسميها ديفرنشال دايجنوز. ديفرنشال دايجنوز اللي هي التشخيصات المحتمله، ونرتبها من الاكثر احتماليه الاقل احتماليه، نعمل فحوصات انفستيجيشن، بعد كده الليسته دي اسمها دايجنوز، بعد كده نعمل الفحوصات نوصل للفاينل دايجنوز. ده مش بيحصل كتير، احيانا ما بنوصلش للفاينل دايجنوز بصراحه. دي طريقه الدايجنوزس. الفحوصات ممكن تكون ايه؟ ممكن ناخد باثولوجي، ممكن غير ايمجينج مثلا تصوير او باثولوجي. ناخد بلازما، سيرم، يورين، فيسز، سبيوتم، نحسب فيها البروتين ليفل، نحسب فيها السيلز المايكرو بيولوجي، نزرع كالتشرز، ناخد بايوبسي عينات، نيدل بايوبسي، اندوسكوب نيدل بايوبسي يعني بالابره زي التيومرز، اندوسكوب بايوبسي بالمناظير، انسجنال بايوبسي بالجراحات كده. سيتولوجي دي امثله الباثولوجي، هنا بوريك شكل السيل عامل ازاي. بالمناسبه انتوا عارفين ليه السيلز، احنا بنشوف الخلايا باللايت مايكروسكوب، لكن اصغر من الخليه زي البكتيريا، بعض البكتيريا زي الفيروسز، الفيروس اصغر من الويف لينس، الطول الموجي بتاع الضوء، الطول الموجي بتاع الضوء قدامك اهوت اللايت مايكروسكوب. فالمشكله ان الطول الموجي للضوء يعني اكبر من الفيروس. فبص الفيروس سوري اصغر يعني جوه الطول الموجي للضوء اصغر منه، وبالتالي الفيروس ما يكسرش الضوء. انت لو عملت موجه للضوء كده هتلاقي الفيروس جواها، فبما ان الضوء ما اتكسرش فانت مش هتشوفه، انت بتشوف الضوء لما بينكسر وينعكس من حاجه على عينك. فالفيروس حجمه اصغر من الطول الموجي بتاع الضوء، يبقى اتشاف ازاي؟ يبقى لازم يتشاف بضوء ما طول الموجي اقل من كده، اللي هو الالكترون ميكروسكوب. ذاتس واي ان انت ما بتشوفش الفيروس الا بالالكترون ميكروسكوب، فاهم؟ عشان تاني عشان تشوف الضوء لازم يخبط في حاجه فيرد عليك. طيب لو الفيروس اصغر من الطول الموجي للضوء يبقى مش هيخبط في، هيعدي من فوقيه، فاهمين؟ زي كده الكوبري اللي بيعدي من فوق العربيه يعني، يعني او انت تنط من فوق، تنط من فوق حاجه انت ما لمستهاش، فاهم؟ ده ذاتس واي ان بنشوف بالالكترون ميكروسكوب. في اسمه مولكيولز. الاوتوبسي اللي هو العينات اللي في المشرحه، والمين كوز فيها دايما بيكون ديترمند كوز اوف ديث دايما، وده بتنفعنا جدا بصراحه الاوتوبسي في العينات الامراض اللي احنا نقدر نعرف، احنا ما بنعرفش عنها حاجه، مرض زي الباركنسون ديزيز احنا ما بنعرفش عنه حاجه الا من الاوتوبسيز بصراحه، عشان دي يعني وطبعا بنتعلم على في المشرحه الاناتومي.